بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله محاضرة اليوم بعنوان البناء بالأحجار. كنا قبل كده خدنا طريقة البناء بطريقة الطوب، والنهاردة إن شاء الله هناخد النوع التاني اللي هو البناء بالأحجار. طبعا الاحجار احنا عارفين الاحجار بتبقى عبارة عن جبال موجودة وبنقدر نقطعها او بالادوات اللي احنا بنكسر بيها الجبال او بننسفها عشان نستخرج منها الاحجار ونقدر نقطعها بالاحجام اللي احنا عايزين نشتغل بيها في اعمال البناء. طبعا الاحجار دي مستخدمة من العصور القديمة تماما، زي العصر الفرعوني والعصر الاغريقي والروماني، واللي شاهد علينا كده انت عندك الاهرامات من الاحجار، ابو الهول من الاحجار، المعابد كلها الموجودة عندنا من الاحجار. بنقدر نصنف الأحجار من حيث تكوين الحجر نفسه إلى ثلاث أنواع. النوع أول نوع النوع الناري، ودي مثال عليه الجرانيت والبازلت. النوع الثاني اللي هو النوع الرسوبي، ومثل أحجار الحجر الجيري والحجر الرملي. والنوع الثالث هو المتحول، مثل الرخام والإردواز. احنا هنهتم بالاحجار الرسوبيه. ليه الاحجار الرسوبيه انا بهتم بيها؟ لان ليها مميزات معينه بتسهل لي عمليه ان انا اشتغل بيها في اعمال التشييد والبناء. اول حاجه بتتميز بوضوح الطبقات التكوين بتاعتها. تتوقف المقاومه بتاعت الحجر الجيري بالذات على الاندماج الداخلي بتاعه، فكلما زاد وزنه النووي كلما زادت المقاومه بتاعت الحجر. اما بالنسبة للحجر الرملي بتوقف بقى المتانة بتاعته او القوة المقاومة بتاعته على نوع المادة الرابطة. انا عندي المادة الرابطة في الحجر الرملي بتتكون من ثلاث حاجات، من السيليكا والالومينا والجير. وبنسبة السيليكا دي بالذات هي اللي بتديني مقاومة عالية للحجر الرملي، يعني كلما زادت نسبة السيليكا في المادة الرابطة كلما كانت مقاومة الحجر الرملي عالية. ايه هي اشتراطات البناء الحوائط من الاحجار؟ عندي كذا شرط كده مفروض ان انا باخدهم في الاعتبار لما اجي ابني الحوائط بتاعتي باستخدام الاحجار. اول حاجة بالنسبة للاحجار الرسوبية زي ما قلنا ان احنا دي اللي هنتعامل بيها، بتكون الضغوط الواقعة عليها عمودية على مستوى المركض الطبيعي للحجر. يعني دايما الحوائط زي مثلا في الحوائط بحط الحجر بتاعي بحيث المركض بيبقى افقي، يعني الحجر بتاعي المركض بتاعه بيبقى افقي. لكن في حكاية العقود اللي هي الدورانات بتاعتنا مثلا، دي بنشوفها في المساجد، بتبقى الدورات اللي هي العقود بتاعتي او الارشات بتاعتي، بتبقى المركز بتاعي بقى بيبقى ايه مارر بمركز العقد نفسه او الارش. دايما الارش انت هتتعلم في الرسم بتاعك لما تيجي ترسم ارش بيبقى ايه، الارش ده يعتبر كجزء من دايره فلازم يبقى ليه مركز، فالحجر بتاعي المركز بتاعه بيبقى فيه مار بالمركز ده. تمام، ده اول جزئيه. تاني حاجة براعيها من المفروض الحجار تبقى مربوطة مع بعضها البعض كويس، تبقى متينة بحيث انها تتحمل الاحمال الايه اللي وقع عليها. بعد كده المتانة بتاعت الحجر بتتوقف على ايه؟ بتتوقف على نوع الحجر وحجم الحجر المستعمل وعلى سمك ونوع المونة المستعملة، يعني على الناحيتين، من الناحيتين، من ناحية الحجر اللي انا مستعملاه ومن ناحية المونة اللي انا بعمل بيها الحجر بتاعي او بظبط بيها الحيطة بتاعتي. تالت حاجة طبعا الحجر بتاعي ده بيتم تجهيزه في الموقع بتاعي، يعني طبعا بيبقى مقطوع ومتساوي وبنقله في الموقع العمل بتاعي. بعد كده يراعى طبعا العراميس بتاعتي في البنى، زي ما احنا قلنا في المباني بالطوب ما ينفعش العراميس الرأسية تبقى فوق بعضها، نفس الكلام في الحجار برضو براعي ان العراميس ما تبقاش فوق بعضها عشان ما تبقاش دي نقطة ضعف في الحائط بتاعي.
في المباني بالدبش بيقول لك ان لازم يوجد في حجر رباط عرضي يسمى الرابط، في كل حوالي 1 متر مربع بيعمل حجر يسمى الرابط. بعد كده بيعمل بيقول لك يراعى في النواصي بتاعه، مثلا الحوائط بتاعتي او المبنى بتاعي في النواصي بستخدم حجر مهذب او منحوت عشان ايه يعني يبقى المنظر المعماري بتاعي شكله كويس. خصائص الاحجار، ان الاحجار لازم تمتاز بخصائص معينه عشان اقدر ان انا استخدمها في البناء. اول حاجه دقه الحبيبات بتاعتها، التجانس يعني لازم الحجر يبقى كله من نفس النوعيه متجانس، ما يبقاش فيه يعني ما يبقاش مركب من كذا نوع. التشكيل والتشغيل بتاعي لازم يبقى الحجر عندي في عندي سهوله ان انا اشكله واقدر اشتغل بيه زي ما انا عايزه. طبعا لازم يبقى في مقام للكسر والتفتت، لازم يبقى ما يتاثرش بالمؤثرات الجويه اللي حواليا، بالحراره بالبروده بالرطوبه. وبعدين لازم يبقى عنده قابليه للتماسك بالمونه اللي انا هلزق بيها الاحجار جنب بعضها عشان ابني الحيطه بتاعتي. بالنسبة للعوامل التي تؤدي إلى تلف مباني الأحجار، نقدر نلخصها في كذا نقطة المفروض إن أنا أتفاداها أو أراعيها وأنا ببني الحيطة بتاعتي، على أساس إن أنا أقدر أطول عمر المبنى بتاعي إلى أقصى ما يمكن. منها أول حاجة الخطأ في وضع الأحجار في البناء وعدم بنائها على مراكدها الطبيعية. إحنا زي ما قلنا قبل كده إن أنا لو أنا ببني مثلا حيطة لازم المركض الطبيعي بيبقى أفقي، على أساس إن الأحمال بتاعتي بتيجي عمودية على المركض الطبيعي علشان يقدر الحجر يقوم بالوظيفة بتاعته في مقاومة الأحمال. تاني حاجة وجود غازات ضارة في الجو خاصة في المناطق الصناعية. المعروف إن الغازات دي في ممكن بعض الغازات تتفاعل مع مكونات الحجر نفسه فبالتالي تؤدي الى تلفه. ثالث حاجه عدم اختيار انواع مناسبه للبناء. هو معروف ان طبعا كل مبنى بيبقى ليه الحجر المناسب ليه اللي انا اقدر استخدمه، ممكن استخدم الحجر ده في المبنى ده لكن مبنى تاني ما يناسبوش الحجر ده، فلازم اراعي النقطه دي وانا ببني الحيطه بتاعتي على حسب نوع المبنى. رابع حاجه لازم تكون الاحجار متجانسه من نوع واحد، يعني انا ببني حيطه فلازم نفس الحجر اللي انا ببني منه الحيطه يبقى حجر واحد، وفي نفس الوقت الحجر نفسه يكون متجانس ما يكونش فيه يعني ما يكونش فيه حاجات احجار تانية داخله فيه او تركيبات تانية داخله فيه. نقطه تانية تاثير البروده والامطار في البلاد البارده. اخر نقطه هو احتواء الاحجار على درجه كبيره من الاملاح. هي دي العوامل المفروض ان انا اراعيها وانا ببني المباني بتاعتي من الاحجار. وكده يبقى احنا خلصنا محاضرة البناء بالأحجار، وإن شاء الله أشوفكم على خير في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.